احنا نتبنى التحركات السلميه التي يعني عندها اهداف واضحه. اهدافها هي ايقاف العمل بقانون الماليه اللي احنا من الاول قلنا راه ما ينجمش القانون هذا ما ينجمش يتعدى في هذا المجتمع مرور الكرام. لماذا تاخر التحرك؟ انت تعلم انه قانون الماليه جاهز عنده اشهر، علاش ما تحركتوش من البدايه للضغط على مجلس النواب والضغط على الحكومه انها تتراجع على الزيادات وعلى يعني التضخم اللي باش يصير جراء بعض القرارات اللي خذتها الدوله تجاه مواطنيها؟ منذ ان جاء المشروع هذايا ودخل لأروقة مجلس النواب، الكتلة متاع الجبهة الشعبية ومن ورائها الأحزاب المشكلة للجبهة الشعبية وبقية هياكل الجبهة الشعبية قالت أنه هذا مشروع يجب أن نتصدى له ويلزمنا نجيب البدائل لهذا. وكنا في نفس السياق نقدم في بدائلنا فصلا فصلا. علاش؟ لأنه مش هدف متاعنا احنا مباشرة مش نبطل الشرارة، مناش مهبلة كما يحبوا شكون يوصفنا. احنا عنا كتلة برلمانية في المجلس نستخدموها لتبليغ الصوت المعارض، وهذا اللي عملناه. وقت اللي الكتلة متاع الجبهة الشعبية تحدثت وتكلمت في هذا السياق وبكل وضوح، وقتها يعني تم الاستهزاء بهذه الملاحظات وقالوا أنه ما عنا إلا الخيار هذا. قلنا لهم راه فما برشا خيارات، أنتم حابسين أرواحكم في خيارات صندوق النقد الدولي هذا مش ذنبنا. ونبهنا من الأول قلنا في صورة ما مر القانون هذايا راي الديمقراطية ما هيش مؤسسات تصويتية فقط، الديمقراطية أيضا هي شارع. اللي حرك أنت حضرت له الأرضية باش هو يحرك، لو كان حضرت لهش الأرضية ما يلقى يحرك، راه هو يتكلم من هنا والعباد ما تسمعوش. أما أنت تقول لي مثلا ما نعرفش الجبهة الشعبية مثلا، ما عندي بها حتى علاقة لأني منتمي لها ولأني من أعدائها، أنا مواطن تونسي ننظر الأحزاب على قدم المساواة. نقول الجبهة الشعبية حركت شارع به، هي قدرت باش تحركه انطلاقا منيش، انطلاقا من أرضية أنت يا أحزاب السلطة حضرتها للجبهة الشعبية، عطيتها لها كادو على بلاتو وقلت لها تفضل حرك. دونك يا خويا كونوا واعيين على الأقل وقت اللي تحكيه معنا، احترموا القدر البسيط من الذكاء اللي عنا. تنجم تخرج وتنجم تحتج وتنجم تتظاهر اللي هو موجود، اما بطريقه تنجم تحتج. وقلنا اما زاد ثم حاجه تزيد تاجج الشيء هذا، فوق تعرف شنو هو تصريحات المسؤولين. صحيح. شوفوا احنا بالغربيه بالغربيه نقول لهم ديما عندي كلمه هي الصفصطه، تلعب بالالفاظ لطمس الحقيقه. يعني ثم وكانه استسلام لنظريه انه المحتجين هما نفسهم اللي قاعدين يكسروا. وقت اللي نلوموا ونقولوا والله كي نحتجوا ما نكسروش، وكأنه يعني المحتجين قاموا هما بعمليات التكسير والتخريب والحرق والنهب وإحنا تو باش نصلحوهم ونهديهم للطريق الصحيحة. سامحني مسالش لأنه ديما نقول الخروج في الليل للمحتج وللي كسر غلط، يعني ثم وقت معين هكا يلزمنا نولي ونمنهج وحدينا. نقولوا بالنسبة للمحتجين كي يخرجوا للليل ينتبهوا أنه في البلاد هذه فما منحرفين، فما ناس منحرفين يستغلوا اي تحركات. صحيح. وموجود يستغلوا مهرجان كبار الديمقراطيه، يستغلوا مهرجان بتاعنا موجود، يستغلوا المباريات ها فريد شوشان كان معناها ملاعب يعرف هذا. صحيح. موجود. وقت اللي شق من جماهير الاطوال مثلا يقوم باعمال ولا من جماهير التراجي يقوم باعمال، مش معناها التشجيع هو الملام، وانما الملام هي العقليه نتاع الناس المخربين اللي يستغلوا كل فرصه يتلموا فيها العباد باش يحققوا اهداف معناها ذاتيه، حوايج معناها بسيطة جدا متاع إجرام حق عام. هذا من شيرة. ولكن شبينا نستبعدوا النظرية الأخرى، إذا كان إلى حد الآن احنا السلطات الأمنية ما قامتش بواجبها وما شدتش شكون اللي قاعد يكسر توا دير نيرمو، معناها شدينا السلطات الأمنية شدت رفاقنا على أساس أنهم يوزعوا في دي فلاير ويكتبوا في كلمة فاش تنستناو وما نشدوش شكون اللي يخرب وشكون اللي يكسر. ما نجمش شدوهم. يظهر لي ثم 44 موقوف آني نحب ما في كل مرة يصير هذا، ومن بعد ما نعرفوش هالناس اللي توقفوا هذوما شكونهم أسماءهم. أنتم رجال القانون وأنتم تجري وراء هذا، أنتم يلزم. لا أني تو نحكي من باب آخر. مثالش ما موزدة يعني موزدة ما نجموش نجردوك من سيفتك يا محامي. أنتم مش تملص من سيفتي محامي. أما نقصدكم أنتم تجري وراء إظهار الحق باش الناس تعرف. وهذا علاش قاعد نتكلم أنا قاعد نتكلم توا باش نقول أنه وقت اللي تجي السلطات وتقول أنه المحتجين شدينا منهم ناس خربوا أعطيني أسماءهم.
نحب نعرف وقت اللي انهارت اللي تشد واحد ينتمي للحزب الوطني للديمقراطيين موحد ولا للجبهة الشعبية ولا للحاملة كاملة صح عليك. يعني باش نحكي على رفاقنا اللي احنا مسؤولين عليهم واللي هما يشكلوا النواة الصلبة ونعترف بهذا من هذه من هذا الحراك الاحتجاجي. احنا سويعة اخرى ماكسيموم تظلم الدنيا تو رفاقنا يروحوا مش بدأ في بالكم يعني ثم ناس اخرين يخرجوا طبعا لتشويه. لكن فما سؤال لازم يتطرح اللي مش قاعد يطرح يا اخي لمصلحة من هذا التخريب يا أخي؟ مش مصلحة الحكومة تو بعد ما انتشرت هذه الاحتجاجات تقريبا في شتى الولايات أنه تتشوه وأنه الشعب ياخو منها مسافة وأنه احنا بيدنا نولي نقول استنى الولاد هاو لا تفهم التخريب وركحوا الضرب شوية والحكومة تاخو بوفيد أكسجين وتكمل وتواصل مسيرتها في قمع الشعب وأغلاء الأسعار إلى آخره. مفروض أن الدولة وقت العادات القانون المالية هذي تفرض مع برشا مختصين نشوفوا فيهم يعطيو في اراء معقوله ومتوازنه. علاش قبل ما تعديه انت مجلس النواب الشعب ما حطيتوش على المحك وقعدنا نتناقشوا فيه باش ما نقعوش في المطب هذا؟ وصارحنا قلنا خويا بنك صندوق النقد الدولي شنو قال واذا كان فما ضغوطات شنو كان صارحنا الشعب؟ احنا راه ما وصلناش الاحتجاج هذه راهو الناس الكل قالوا الحكايه. حاجه اخرى زاد يلزمنا زاد نعطيو لكل حق حقه. راهو الاحزاب نتاعنا مختلف. احنا حكينا مره فاتت قلنا ما عندهمش برامج واضحه ما عندهمش استراتيجيه. يعني نشوف في بعض حتى وقت اللي خرج مع النهضه في فتره ما خرجوا منها القواعد نتاعهم انفلتوا حتى على على على, 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 على القيادات نتاعهم ما نجموش يتصرفوا. اني نشوف في برشا ناس تتكلم اي واحد ياخذ كلمه في وسط البلاد في وسط باب حر ولا في وسط تونس ولا في كذا ويقول نامبورت كوا. ساعات يشوه حتى الجبهه ساعات يشوه حتى الحزب نتاعهم يعني مهمش مؤثرين. اني نقول معناتها بما انه معناتها احترامي لكل سي وليد معناتها ما فيها باس كان الاحزاب حتى جبهه شعبيه يعملوا جلسات مع القواعد نتاعهم وينبهوهم توا سيلي مومون نجتمعوا بهم الكل معناتها الشباب نتاعنا والطلبه ونقول لهم ردوا بالنا ومنهجوا كما قلت قلت كلمه خارقه العاده تمنهج التحركات نتاعهم قولوا ردوا بالكم راهو هكا وهكا باش ما نقعوش في ربما فتنه احنا في غنى